بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم متابعينا الكرام. النهاردة جاي أتكلم عن مهاجمة يوتيوب للقناة. في الحقيقة أنتوا عارفين إن كل فيديو لازم أشرح فيه، لكن اعذروني النهاردة جاي أتكلم معاكم وأوضح شوية حاجات. أولا يوتيوب بتهاجمني بطريقة غير عادية، مفيش فيديو أنزله عن أمن المعلومات أو أي حاجة في فيسبوك أو مواقع أو تخطي حظر أي حاجة إلا وبيتم قفل الربح عنه. واحد غيري أول ما الفيديو هيتم قفل الربح عنه هيحذف الفيديو، لكن زي ما حضراتكم عارفين إن إحنا هدفنا رقم واحد هو إفادة كل متابع، وملناش أي غرض آخر، أي غرض آخر لحضراتكم. هوري لحضراتكم دلوقتي الفيديو إزاي بيتم قفل الفيديو اسمه ده الربح عن أي فيديو بنزله في أي عمليات اختراق أخلاقي، يعني حاجة أساساً في الشرع يعني في القانون عادي الاختراق الأخلاقي ما فيهوش أي مشاكل. آدي الفيديو دوت مش عارف فيه إيه، بقول لك يعني طريقة عادي تحط فلاشة تسحب بيها، ما قلتش عملية اختراق بأرمتاج ولا استخدمت الماتس بلويد، ما استخدمتش أي حاجة نهائياً في عمليات الاختراق اللي هي المحظوره. وادي عندك هنا زياده لايكات، ده بيتم قفل الربح عنه ليه؟ انا مش عارف. طلب المراجعه طبعا ما بيتردش عليه. فيديو زي دوت استخراج داتا الجروب بيتم قفل الربح عنه. فيديو زي دوت تخطي حظر الروابط، طبعا كل الفيديوهات اللي تحت معظمها مقفول عنها الربح، مش كلها، لكن الفيديو بيتم قفل الربح عليه ليه؟ انا ما اعرفش. الفيديو اولا ما بينتهكش اي خصوص في ارشادات المنتدى، و اسمه ايه ده، لما احنا حضراتكم بننزل اي فيديو عن طريق اختراق واي فاي او حاجه ليها علاقه بشرح في اي حاجه بس خاصه بالاختراق او الربح بتقفل عنها الفيديو كده. انا جاي الحقيقه النهارده مش ده السبب الرئيسي، السبب هو ان اليوتيوب اداني انذار، والحقيقه زعلت جدا 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 لان الفيديو اللي اخدت بسببه انذار ما يستحقش نهائي. طب انا راضي، يعني حكمك انت، تيجي النهارده نشوف معايا ادي الفيديو دوت تم ازالته. تمام، نيجي نخش على القناه ونشوف ان اليوتيوب فعلا اداني انذار اهو زي ما حضراتكم شايفين، خدت انذار لاسمه ده خالفت ارشادات المنتدى زي ما حضراتكم شايفين. الفيديو اللي تم اداني الانذار بسببه هو الفيديو بتاع اللي احنا نزلناه امبارح اللي هو ازاي تتخطى حظر اختصار الروابط. طبعا ده ما يستحقش نهائيا نهائيا ان ناخد انذار. انا راضي حكمك انت يلي بتشاهدني، انا اخد انذار في فيديو زي دوت ليه؟ انا قايل الطريقه ديت بهدف عادي افاده الناس، الطريقه ما فيهاش اي غلط اساسا، موقع هتختصر فيه رابط لموقع تاني، هتتخطى حظر الروابط بحيث ان انت تقدر تربح وما تقابلكش اي مشاكل نهائيا وما تتعبش يعني في انك تجمع زوار للروابط بتاعتك، علشان كده نزلته. في ناس بلغت عن الفيديو ده ليه؟ ما اعرفش برضه، هو ضر حضرتك في حاجه؟ ما اعتقدش. دي اسمه ايه؟ مع العلم المخالفه دي انا قدمت الالتماس يعني، وان شاء الله لو اتقبل هنشر في امن المعلومات وهستمر في نشر ازاي تكتشف ثغرات في المواقع، وهستمر في رشن في اسمه ده في نشر البرنتيشن هاك، وازاي هستمر في نشر الحاجات دي. انا مش هقف عشان سيادتك عملت ابلاغ على الفيديو، لا، الالتماس اتقبل هبدا برضه وانشر. وانا اساسا كنت يعني الفتره دي خلصت خلاص يعني امتحانات وفاضي ان انا ابدا انشر في كل الحاجات ديت، اتعمق يعني في الحاجات ديت. اسمه ايه ده، بطبق طبعا اول ما بنشر اي فيديو ده في دروس الاختراق والكلام دوت اللي هي الدروس التقيله يعني، وعمل اختبار اختراق وهشرح الكلام ده، فحص المواقع وازاي تكتشف ثغره وكده بحسن نيه زي ما حضراتكم بتشوفوا في الشروحات. انا معظم دروس الاختراق اللي هي تقيله يعني فعلا بيتم حذفها مباشره، وبالرغم ان اغلب الدروس بطبقها على نفسي في الشرح، وبنشر طرق الحمايه قبل الاختراق. ما انت لازم تعرف، طب انت بتنشر طرق حماية، احنا عايزين اختراق، ما انت لازم يعني عشان تعرف طرق الاختراق لازم تبقى عارف طرق الحماية. واللي مزعلني اكتر دعم البعض من حضراتكم، اللي مزعلني اكتر من دوت دعم البعض من حضراتكم، مش هجمع مش هقول كلكم يعني، ناس كتير منكم ما بتقدمليش الحقيقه الدعم، مش عايز دعم مادي ولا مالي ولا اي حاجه، مش عايز زي القنوات اللي بتحط لك الباي بال بتاعها بيقول لك اتبرع للقناه، انا مش عايز ده نهائي، انا عايز دعمك في ايه؟ ان البعض من حضراتكم بيشوفوا الفيديو وياخد المعلومة ويمشي، طب مفيش لايك تقدير، طيب مفيش كومنت، طب مفيش اي حاجة يعني، مفيش خالص اي حاجة للفيديو. ممكن يشوف الفيديو مثلا 2000 واحد واللي يعمل لايك 100 مثلا، بالرغم ان اغلب ال 2000 دول استفاد ونجحت معاه. بتمنى في النهاية يعني ما كنش ان انا تقلت على حد فيكم، وبتمنى برضو في نهاية الفيديو انكم تقفوا معايا في الفترة ديت. الفترة دي بصراحة يعني انا اول مرة في حياتي اخد انذار بسبب ارشادات منتدى او حقوق ملكية، وانا عمري يعني ما خدت الكلام دوت،
وكل الكلام ده، لان كل الكلام اللي انا بنشره زي ما حضراتكم شايفينه اخلاقي، ما فيهوش اي يعني، ما اخشش مثلا بفتح كاميرا على حد ولا الكلام دوت نهائي، ما بعملش الكلام دوت زي ما حضراتكم بتشوفوا، ان كل الدروس اغلبها هي مثلا دخول على واي فاي، الكلام دوت حاجات يعني بسيطه جدا اي حد بيعملها. وبتمنى طبعا تقفوا معايا والبث المباشر وقفوه لي، الله اعلم بعد ما يفك الالتماس ان شاء الله احتمال يرجع البث المباشر. والفتره دي ان انت اسمه ده الانذار ده بالطبع بيأثر على القناه وقفلوا البث المباشر زي ما قلت لحضراتكم، وان شاء الله من بكره هنزل في الاختراق واي فاي ومواقع وكده على موقعنا، يعني القناه مش هنزل لان زي ما حضراتكم شايفين انذار تاني وتالت هتتقفل القناه نهائي، لا انت هتستفاد ولا اي حاجه. تمام يا شباب، فهنزل على الموقع بتاعنا على بلوجر، وهربط طبعا بكره ان شاء الله بدومين وهنشتغل عليه، وقناتي الثانيه في الوصف لا قدر الله لو ديت قفلت تتابعوني هناك وان شاء الله خير. واسف ان الفيديو ما فيهوش شرح النهارده، احنا متعودين نقدم شرح ومعلومات لكن حبيت اوضح شويه حاجات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.